متهم بريء، كان هذا هو ثالث أفلام الأستاذ محمد عبيد الله. رأيك في هذا الفيلم؟ الفيلم لطيف، أداء الطفلة يعني كان هو اللي محل الفيلم، أداها كان أشبه بالكوميدي، وهذا الشيء اللي خلاني ما أخلط، أو خلنا نقول ما أقدر أفرق بين الكوميدي اللي يفترض إنه الأداء، وفي نفس الوقت الإضاءة الدرامية اللي بتعطيني بعد إنه فكان في خلنا نقول خلاف بسيط عندي في هذا الموضوع. إدارة الطفل من أصعب، أو إخراج الأطفال من أصعب يعني التعامل في إنك يعني تخرج الفيلم إنك تتعامل مع طفل، هذا شيء جدا متعب. لذلك أنا أتفهم إذا كان في إشكاليات، لكن اللغة اللي مكتب فيها النص لغة كبيرة، لغة كبار، وجالس يعدد نقاط معينة، وكأنه جالس بيحقق. لكن أنا أشوف الأداء الكوميدي بالنسبة لي يعني طلعني من الجو المفروض يعطيني الإضاءة الدرامية، خليني أحس بحجم الإشكالية الكبرى. لما قص في النهاية على مشهد الطفلة وهي أيضا بتعبير كوميدي، شي لوكس كيوت يعني، ما شكلها مرة لطيف صراحة. لكن أنا هذه الإشكالية اللي حصلت عندي في النهاية، حسيت أنه كوميدي حلو، لكن في البداية كان في إشكالية في تفهم التصنيف حق الفيلم. جميل، إذا كان ذلك يعني ربما تكون براءة الطفلة أيضا لها دور في هذا. إذا كان هذا رأي الأستاذ محمد عبيد الله. الآن ننتقل إلى الأستاذ محمد بايزيد، الكلمة لك، تفضل. الفكرة ذكية جدا، مع مين عم تحكي البنت وعلى من ترمي اللوم؟ كان في حالة تشويق يعني وغموض وإخفاء بالنهاية للشخص، أو بالأحرى للأوبجكت، للجسم اللي عم بيتعرض للوم هون. كان عندي مشكلة بفهم بعض الكلمات لاختلاف اللهجة، لكن المعنى العام واضح أكيد 100%. التصوير متنوع في الزوايا، وهذا منح الفيلم رشاقة بالرغم من أنه معظم أحداثه يعني تحدث في نفس المكان تماما. والفتاة أداءها جيد بالنسبة لعمرها. بالنسبة إلي المشهد الأخير لم تكن له أي حاجة، كان يمكن إنهاء الفيلم عندما طلب الأب جواله ونظرت البنت له وفتحت عينيها، بس هون يعني بالنسبة إلي كان الفيلم بيخلص. ولو هيك صار كان الفيلم رح ياخذ مني نقطة إضافية على الأقل لو كان بهذا الشكل، وهذا رأيي. شكرا لك أستاذ محمد. إذا الخاتمة كانت هي الملاحظة الأبرز عند أستاذ محمد. أبو سامة، والله هذا الفيلم جميل جدا، أنا من الأفلام الجميلة في هذه الليلة، ودائما أسأل سؤال إنه غادة العامر هي صانعة هذا الفيلم، يعني وين تدربت؟ يعني هذا نرجع لسؤال الحلقة اللي كان، لكن واضح إنه هذه الأشياء هذا المستوى وصلت إليه بالتجريب، بكثرة الإنتاج، لأنه كثير من الشباب إذا تعلم وعرف الأساسيات تلقى منتظر يجي فيلم كبير ما يمشي، وهذا لا يعكس الشغف. لكن واضح إنه غادة هي مجربة وإنه معذبة، يمكن تكون هذه أختها كل مرة جايبها وعبلة معها فيلم، لذلك شفنا فيلم متماسك، يعني الفيلم جدا متماسك. كان عندنا كلنا ملاحظات على مشهد التحقيق، لأنه أول شيء في لبس بين إنه هل هي محقق ولا محامي في محكمة، لأنه جالسة تتكلم بلهجة محامي، إنه تتهم بشكل مسرحي، الأداء جدا مسرحي يعني. لكن لما جينا فهمنا هذا كله يعني كأنه تخيل، مشهد تخيلي، انحلت المشكلة. يعني الآن أنا أقدر أتسامح في هذا المشهد، كل المشاكل اللي كان عندي مع هذا المشهد اتحلت. الفيلم جدا رائع، خاتمة جدا جميلة، تحية لغادة العامر. أرجع لك أستاذ محمد في موضوع الكوميديا والتراجيديا والانتقال من هالجو لهالجو، يعني يمكن براءة الأطفال هي اللي تحكم النوعية هذه، لكن إذا كان مثلا ممثل كبير يعني ربما تكون في صعوبة في إيجاد هالموضوع. والله هو زي ما قال أخوي الواثق، يعني قدام الطفل ما تملك إنك تبتسم في النهاية، يعني لأنه يعني الطفل فيه براءة حتى في الأداء حقه، يمكن لأنه إحنا برضو مخرجين فنعرف قد إيش الواحد حيتعب عشان يخرج أداء لطفل، فنتفهم تماما أي إشكالية ممكن تصير. لذلك انتقادي كان على اختيار الألوان واختيار الإضاءة أكثر ما هو أداء الطفل. أداء الطفل مهما كان، مهما كنت أكبر مخرج في الدنيا، حتتعب مرة كثير مع طفل، لأنه ما حيسمع كلامه، وما يسمع كلام أبوه، حيسمع كلام مخرج. صحيح.